السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في حد عنده سؤال؟ في حد مش واضح عنده اشي بالمساق؟ لا كله تمام بك. طيب، ان شاء الله اليوم راح نعطي تقريبا تو سيشن، يعني اول محاضرة، وراح بس تسكر، راح نرجع نفتح محاضرة جديدة، لأنه احتمال بكرة ما أعطيكم محاضرة، تمام؟ فالمحاضرتين راح ناخذهم اليوم. طيب، خلينا نبدأ. احنا كنا توقفنا في المحاضرة السابقة عند الروت administration الشيك. تمام دكتور. تكلمنا عن الروت اوف ادمنستريشن للفارماسيوتيكال فيز. الان the physical form in which a medicine is administrated is known as a dosage form. كدوزج فورم، الكل عارف يعني ايش يعني الدوزج فورم والاشكال الدوائيه وكيف طبيعتها وكيف ممكن انها هذه الاشكال الدوائيه تدخل على داخل جسم الانسان. والاشكال الدوائيه من الدوزج فورم في عندنا شيئين اساسيات او شيئين رئيسيات، اللي هي الاكتيف انجريدينت او الاكتيف كونستيتيوينت، وفي عندي الاكسيبينت او الفيلر، تمام؟ الاكتيف انجريدينت اللي هي الماده الفعاله، اللي هي ماده العلاج نفسها الفعاله، اللي بتقوم على ايش؟ اللي بتقوم على، هي المسؤوله عن اعطاء اللي هو اللي هو الفارماكولوجيكال افكت، بتعطيني العلاج او الفائده العلاجيه. الاكسيبينت هي مواد بتساعد على اما امتصاص او استقرار، او بتحافظ على الدرج، او ممكن تكون مواد ملينه، مواد يعني انتي اوكسيدنت عشان تحفظ هذا الدرج. اذا هذا الاكسيبينت اي شيء يكون موجود مع العلاج، ولكن ايش؟ ما له اي فارماكولوجيكال افكت، اذا هو بيكون بس مساعد للدرج. طيب، واحد يسأل بيقول طب انا ايش علاقتي انا كدرج ديزاين في هذا الموضوع؟ احنا بنحكي له انه العلاقه انه الان بما انك انت عملت تركيبه او دوزج فورم، فالاكتيف انجريدينت او الاكتيف كونستيتيونت للدرج لازم لما يرتبط مع الاكسيبينت ما يكون في هناك تفاعلات. يعني انا هون بدي اخذ بعين الاعتبار ان المواد اللي انا بدي اضيفها كاكسيبينت لازم ما تكون تتفاعل مع هذا الدرج، لانه اذا تفاعلت مع الدرج معناته راح يفقد خصائصه، او ممكن يتحول من شكل الى اخر، يصبح بدل ما في له فاعليه يصبح له سميه، ممكن انه امتصاصه او انه انتشاره داخل الجسم يصبح ابطا او ينعدم، تمام؟ اذا انه اعرف انا الدوزج فورم واعرف الفورميلا هذه ايش هي وايش تتركب، برضو كمان مهم إلي عشان من ناحية استابيليتي، من ناحية اكتيفيتي. إذا في عندي عدة نواحي لازم إنه يكون الإكسيبينت معروف إيش هو، حتى إنه ما يكون في له أي تداخل مع الأكتيف إنجريدينت، تمام؟ طيب، الآن a change in the nature of the excipient can significantly affect the stability of the active ingredient as well as its release from the dosage. طبعا برضو انه يعني احنا بنحكي ك اكسيبينت واكتيف انجريدينت انه في لهم تاثير على بعض، ولازم انه ايش يكون اختيارهم بعنايه، ما يكون في لهم تاثير وما يكون في لهم اي ارتباط او يعملوا اي تاثير على الاكتيف انجريدينت. هاي من ناحيه. من ناحيه ثانيه، ممكن بعض الاحيان اللي هو في حاله التابلت مثلا، عامل اللي هو الفيزيكال بروبرتيز، يعني انا مثلا جبت التابلت وكبستها بضغط اعلى من المطلوب، الان راح يتشكل عندي تابلت، لكن التابلت هذه لما بدي اعملها ديسوليوشن مثلا، او لما بدها تدخل داخل الجسم تروح على الاستمك ويصير في لها عمليه الديسوليوشن او انها الاذابه، بسبب انها هذه مكبوسه بضغط اعلى راح تاخذ وقت كبير حتى انها تذوب وتتحلل.
اذا الاكتيف انجريدينت راح يصير له بطء في عمليه الريليز، او ممكن انه يؤدي الى انه هذا التابلت يخرج مع الويست وما يعطي الافكت تبعه. اذا هون انا مش بس عمليه انه اكتيف انجريدينت تو اكسيبينت، لا برضه كمان فيزيكال بروبرتيز كضغط الكبسول او عفوا التابلت، ان انا المشين ضغطتها بقوه اكبر، اذا هون اثر علي في ايش؟ في عمليه الامتصاص او عمليه اللي هو الريليز لدرج. اذا برضه كمان هذه اشياء لازم انا اخذها في بالي واخذها في عين الاعتبار. الان سيميلرلي change in the preparation of the active principle such as the use of a different solvent for ash purification can affect its bioavailability and consequently its effectiveness as a drug. برضه هون في حالة انه انا اذا بعتمد على انه الدرج تبعي مأخوذ من الـ natural product، يعني انا بعمل له extraction برجع بعمل له purification، الآن أنا بدي أختار السولفنت اللي أنا بدي أعمل فيهم اكستراكشن وبيوريفيكيشن، لازم تكون السولفنت هاي نون توكسيك، السولفنت هذا ممكن لازم تكون إنها يعني سهل إنه نتخلص منها أو إنها نعملها ايفابوريشن عشان ما يظل في إلها أي تأثير أو أي سيديمنت موجود في الدرج حتى ما يعمل أي سايد افكت أو ما يعمل أي تأثير على مين؟ على ال 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 الهيومن بادي او على المتلقي العلاج. الان this indicates the importance of quality control a producer او sorry a procedure for all drugs especially when they reach the manufacturing stage. اذا هون بيجي عندنا دور الكواليتي كنترول اللي بيعملوا على تحسين وتطوير العلاجات، راح يفحصوا ويعملوا في عندهم بروسيجرز حتى يفحص ويعمل يعني خلينا نحكي مراقبة على كل الصناعات أو اللي هو المانيفاكتشرينج بروسيس أو مانيفاكتشرينج ستيجز، حتى إنه يضمن إنه هذا العلاج اللي خارج مطابق لكامل المواصفات وما في أي مشاكل من ناحية الصناعة أو التركيب. الآن The design of dosage form lies in the field of pharmaceutical technologies, but it should also be considered by the medicinal chemist when developing a drug from a lead compound. وهذا اللي احنا حكيناه انه لما يصير في عندي انا تشكيل او dosage form او تصميم للdosage form لازم برضه يكون المركب الكيميائي او lead compound او الدرج هذا معروف الاستراكشر له ومعروف مع ايش ممكن يتداخل او مع ايش ممكن يتفاعل، عشان هيك لازم يكون في عمليه التصنيع هذا كل شيء يعني ماخوذ في عين الاعتبار. It is no use having a wonder drug if it cannot be packaged in a form that make it biologically available as well as acceptable to the patient. إذا هاي المقولة إنه ما فيش علاج راح يعطيني فاعلية أو راح يكون إفكت وفعال إذا ما قدرت أنا أعلبه أو أوصله بشكل يعني بطريقة يعني بدوزج فورم معين للبيشن، وبحيث إنه يكون في إله إيش بيولوجيكالي أفيلابل، إنه يكون موجود داخل الجسم الحيوي لفترة معينة من الزمن حتى يعمل ريليز للإفكت تبعه وحتى يعطيني أعلى إيش حتى يعطيني أعلى activity. تمام؟ طيب الآن نيجي هون لل type of route administration. الآن في عنا main type أو major type اللي هو في عنا الانترال وفي عنا البارنترال. إيش يعني أو إيش الفرق ما بين الانترال route أو البارنترال route؟ الانترال route of administration اللي هو بيدخل من خلال اللي هو الاورال administration من خلال الفم وبنزل للجي اي تراك ذا الستمك، وبعدين بصير له absorption في الستمك او في التستين. تمام؟ وبعدين بيعمل اللي هو excretion او اللي هو بيعمل خروج من الجسم. إذا هنا المين تارجت عندي أنا أو خلينا نحكي المكان اللي راح يذهب إلى الدواء اللي هو الاستومك، ومن بعد الاستومك في عنده الأمعاء. إذا
بدي اعرف انا اذا كان هو الروت اوف ادمنستريشن راح يجي انتيرال، اذا هون العلاج راح يدخل من الفم، معده، امعاء ويخرج، تمام؟ طيب بدي اعرف ايش مستني هذا العلاج. يعني انا اذا كان عندي سيرب او كان عندي كبسول او كان عندي تابلت، اذا بده يدخل للاستمك، الاستمك الميديا إلها بشكل عام هي حمضيه. طيب هل انه هذا الدرج راح يتاثر بالحمض؟ اذا راح يتاثر بالحمض معناته انا لازم اعمل اجراءات اني اعمل بروتكشن لهذا الدرج اللي عندي من خلال الدوزج فورم، حتى انه ما يصير له اي افكت او يصير له اي تكسير داخل الاستومك ويوصل للتارجت تبعه، وبعدين يبدا عمليه الريليس. بعدين في عندي شيء اخر، في عندي الابزوربشن، انه هل هذا الدرج قادر على انه يعمل ابزوربشن من الاستومك ويدخل للبلاد ستريم ولا لا؟ برضه هون هذه قضيه اخرى، انه بعد ما اتغلب على قضيه الاسيديتي داخل الاستومك، في عندي انا اللي هو عمليه عبور ترانسبورتيشن اوف ممبرين، انه بده يعمل ترانسبورتيشن من هذا الممبرين بيصير له ابزوربشن. الان حتى يصير له ابزوربشن لازم انه يكون يمتلك الخصائص انه يعبر للممبرين، او اللي هو الجي اي تراك ممبرين، لازم يعبر هذا الممبرين. هذا في حاله ايش؟ اللي هو الانتيرال. طبعا بعد ما يدخل او يعبر يصير له امتصاص داخل المعده، بده يدخل البلاد ستريم، ومن خلال البلاد ستريم بده يتوزع على الجسم حتى يوصل الى المنطقه المراد يوصل الى الدرج ويعالجها. طبعا في هذه الاثناء هذا الدرج راح يمر في عمليه الميتابوليزم اللي هي عمليه التكسير، جزء منه راح يتكسر، جزء منه راح يعمل يصير ايش؟ له اكسكريشن. او الطريقة الأخرى إنه يدخل مباشرة عن طريق اللي هو البيرنترال، وهي هذه الأسرع، إما بيكون عن طريق انترفينس أو انترماسكولر انجكشن. طبعا الانترفينس هو الأسرع عشان ندخل له البلد ستريم. طبعا هون بصير له امتصاص داخل التشو أو داخل البلد ستريم مباشرة، ممكن يصير له عملية ميتابوليزم، لكن البلاد ستريم راح ياخذه الى الجزء اللي مراد انه يتعالج فيه، بيعبر الممبرين برضه بيذهب الى التارجت. طبعا اذا ذهب الى التارجت تبعه زي ما احنا شايفين هون، اذا ذهب الى التارجت راح يعطيني البيولوجيكال اكتيفيتي، وراح يعطيني اللي هو الافكت بشكل المطلوب، الديزايرد اللي هو بيولوجيكال اكتيفيتي، هذا في حال ذهب الى التارجت. اما اذا صار له ارتباط في الاذر سايت او في مكان اخر اللي هو احنا بنسميه الانوانتد افكت او الانوانتد سايد افكت، اللي هو السايد افكت، انه بكون يعطيني ايش؟ الاكتيفيتي مش اللي انا مرغوبه او اللي انا بدي اياها. اذا في عندي انا هون بدي اعرف اللي هو الروت اوف ادمنستريشن، المين تايبس، انه في عندي انا انترال او بارنترال، تمام؟ وكل واحد ايش ممكن انه يعمل، ومين اللي اسرع، وكيف عملية اللي هو عبور او البروسيجر، انه كيف دخل الى الجسم واعطى الافكت. طيب الان drugs are usually administered topically or systemically. The roots of classified as being either parenteral or enteral زي ما احنا شفنا. الآن parenteral roots are those that avoid the اللي هو gastrointestinal tract, GI tract, the most usual method being intramuscular اللي هو injection, ال IM أو بعض الأحيان ال IV. طيب في عنا برضو ال enteral root is where drugs are absorbed from the elementary canal اللي هي الاورال بير اورال بي او، او الريكتال اند سبلينجوال روت. اذا هذه معظم او الاماكن اللي ممكن انه يصير في لها ادمنستريشن اللي هي من خلال الانترال. الان the route selected for the administration of a drug will depend on the chemical stability of the drug both when it is transported across a membrane اللي هي عملية الابسوربشن and in transit to the site of action اللي هي عملية distribution.
وهذا إشي مهم، اللي هو عملية الأبزوربشن وعملية الديستريبيوشن. هذا شيء مهم جدا إنه أعرفه، لأنه هو خلينا نحكي أساس العملية. It will also be influenced by the age and physical and mental ability of the patient using that drug. طبعا هذا بيجي أشياء خلينا نسميها أشياء ثانوية، إنه عمر المريض، الفيزيكال والمنتال أبيليتيز لأخذ هذا العلاج. لكن إحنا بشكل رئيسي إحنا بنركز على اللي هو الأشياء الرئيسية اللي حكيناها في الأدمنستريشن. طيب عندي مثال إنه الإيج ريليتد ميتابوليك تشينج. الآن علاقة العمر، ممكن واحد يسألني طب إيش علاقة يعني العمر في الدواء أو في الإعطاء الدواء؟ بنقول له إنه الآن بعض الأحيان في كبار السن أو حتى في الصغار أنت ما بتقدر تعطيه جرعة، لأنه في عملية الميتابولايز أو اللي هو بيسموها الميتابوليك ريت بتكون مختلفة ما بين شخص إلى آخر، أو ما بين فئة عمرية إلى فئة عمرية أخرى. فإذا أنت أعطيت جرعة معينة لشخص الميتابوليك ريت منخفض إله، فهو راح يجي موعد الجرعة الثانية والجسم بعده ما تخلص من آثار الجرعة الأولى أو من الجرعة الأولى، راح يصير في عنده accumulation يعني تراكم جرعات داخل الجسم، وممكن تراكم الجرعات هذه يؤدي إلى سمنة. لهذا إحنا هون بصير إنه إذا في عندي patient وفي عنده الميتابوليك ريت منخفض، إذا أنا هون لازم أعطيه إيش جرعات تكون إما متباعدة أو أحسبها بحيث إنه تكون مقدار الجرعة مناسب للميتابوليك ريت. أو بعض الأحيان ممكن يكون عندي الميتابوليك ريت سريع، فأنا بعطيه الجرعة فما بتلحق تاخذ الإفكت إلا إنه جاي يعني الجسم مكسرها ومخرجها برا الجسم. إذا برضو هذا فاكتور آخر له علاقة عندنا في اللي هو الديزاين. إذا الـ age related metabolic changes often result in elderly patient، اللي هو البيشنت اللي هم كبار في السن، requiring a lower dosage of the drug to achieve the desired clinical result. إذا هون ليش خفض الجرعة؟ لأنه بكون عند الميتابوليك ريت إله منخفض، إذا هو بخفض الجرعة عشان ما يصير في إله إيش accumulation. مثال عليها مثلا الشيزوفرينيا، اللي هو patient and a patient with condition that require constant medication are particularly at risk of either overdosing or underdosing. طبعا هذه المشكلة بيعتمد على جسم الشخص وعلى طبيعة جسم هذا الشخص أو هذا المريض. In these cases, a slow release intramuscular injection which need only be given once in every 2 to 4 weeks rather than a daily dose may be the most effective use of the medicine. طبعا هون بيجي بيحكي لنا انه اذا كان في عندي انا حالات هيك الانترماسكولار انجكشن، يعني انا بدي اخذ اللي هو الروت ادمنستريشن الثاني اللي هو البارنترال، انه انا بدي اعطي انجكشن ولكن هذا يكون لها الريليز يعني منخفض او اللي هو السلو ريليز، تمام، حتى يغطي لي مثلا مدة أسبوعين أو يغطي لي مدة 4 أسابيع بحيث إنه ما يصير في عنده accumulation ويكون الجرعات أو الريليز متناسب مع اللي هو الفترة الزمنية. الآن consequently at an appropriately early stage in its development the design of a drug should also take into account the nature of its target group. برضو انه طبيعة العلاج هذا لازم يعرف اللي هو التارجت جروبس، انه انا كميديسينال كيمست هذا الدرج وين راح يروح، لاي تارجت، لاي عضو من اعضاء الجسم، حتى انه يبدأ يشتغل او يبدأ يصمم طريقة او شكل لهذا الاستراكشر ويوصل للمكان اللي لازم يوصل له. طيب ما نتعمد طيب الآن once the drug
enters the bloodstream. It is distributed around the body, and so a proportion of the drug is either lost by excretion metabolism to other products or is bound to biological site other than its target site. طبعا الآن المفروض إنه الجميع بيعرف إنه لما أنا أعطي جرعة من العلاج بأي شكل من الأشكال، يعني بأي طريقة administration، الجرعة اللي أنا أعطيتها ما راح توصل 100% كاملة بنفس التركيز. يعني إذا أنا أعطيت مثلا دراج بتركيز، خلينا نحكي الأكتيف إنجريدينت إله 500 ميلي جرام، تمام، ما بدي اتوقع انه ال 500 ميلي جرام وصلا للسايت او للتارجت واعطى الافكت كامل هم ال 500 ميلي جرام، لانه ممكن يكون يعني اكثر من 25 ل 30%، اذا مش ازيد شوي، اللي هو راح يصير له عمليه اللي هو ميتابوليزم، والجسم يطرح هذا النسبه من العلاج. برضه انه في جزء من العلاج برضه راح يمشي، ما هو ماشي في الدم، العلاج ماشي في الدم، ممكن يرتبط مع أي شيء أو مع أي سايت مناسب بالنسبة له يرتبط ويذهب. إذا أنا بتوقع إنه خلينا نحكي 50% ممكن من هذا الدرج إنه يوصل للسايت المناسب له، إنه يوصل للتارجت، فقط 50%. لهذا السبب أنا في عندي إنه لازم أخذ جرعات، والجرعات تكون منتظمة، يعني كل 6 ساعات، كل 8 ساعات، كل 12 ساعة يكون في عندي جرعات عشان أحافظ على انه تركيز الدرج هذا في الدم او في البلازما مرتفع، بحيث انه يوصل للتارجت ويعطيني الافكت دائما، يعني يظله متواصل، ما بدي اياه يرتفع الى اعلى حد بعدين يرجع ينخفض الى اسفل حد بعدين يرجع يرتفع، لا، انا بدي اياه يرتفع يواصل ارتفاعه حتى تتم عملية اللي هو الشفاء. الان as a result the dose administered is predictably higher than that which would be needed if all the drug reached the appropriate site of biological action. طبعا هون انه بيحكي انه الجرعه لازم تكون اعلى، بس انا ما بقدر ارفع كثير لانه انا في برضه في عندي شيء اسمه اللي هو التوكسيسيتي، سميه، ما بقدر ارفع حتى يوصل اكبر تركيز الى التارجت، لا، انا بدي ازيد الجرعات، يعني بدي احافظ على الوقت وازيد الجرعه عشان ما يوصل او ما ينخفض مستوى الدرج هذا في البلد. الان the dose of a drug administered to a patient is the amount that is required to reach and maintain the concentration necessary to produce a favorable response at the site of biological action. لأن هذا اللي بنحكي فيه، إن الجرعة هي اللي هو مقدار أو التركيز اللازم حتى تبقى نحافظ نعمل maintain للconcentration necessary الضروري، حتى إنه يعطيني أفضل اللي هو favorable response أو اللي هو التفاعل اللي خلينا نحكي المرغوب فيه والبيولوجيكال افكت اللي مرغوبه فيها. الان تو هاي ا دوز يوجوالي كوزز ان اكسبتبل سايد افكت، وايلس تو لو ا دوز ريزلت ان ا فيلر اوف ذا ثيرابي. تمام، انه حكينا، لو حكينا انه بنرفع الجرعه للماكسيمم اعلى شيء، لو رفعنا او اعطينا جرعه زياده رح ندخل في مكان التوكسيسيتي، لو اعطينا جرعه منخفضه راح يعطينا ايش؟ ما في ثيرابي، يعني ما في علاج، إذا هون نعمل فيلر أو إنه بنفشل في العملية العلاجية. طيب الآن the limits between which the drug is an effective therapeutic agent is known as the therapeutic window. إذا الثيرابيتك ويندو هي المجال أو هي الفترة اللي بتكون محصورة ما بين اللي هو التوكسيسيتي واللي هو الفيلر في الثيرابي. تمام، اذا هذه الفتره او هذا المجال هو بنسميه الثيرابيتك ويندو، اللي هو بعطيني افضل افكت وافضل علاج لكن ما بسبب لي توكسيسيتي، وبرضه كمان مش انه معدوم الافكت او الفاعليه. الان the amount of a drug the plasma can contain coupled with a process that irreversibly eliminate the drug from its site of action result in the drug concentration reaching a so-called plateau value
البلاتيو فاليو اللي هو الاماونت اوف دراج اللي بوصل للبلازما وبحافظ على المستوى تبعه. تمام، الان تو هاي ادوز will give a plateau above the therapeutic window وهو بوصلنا للتوكسيسيتي اللي هو ان توكسيك سايد افكت، او تو لو ادوز will result in the plateau اللي هو below the therapeutic window and ineffective treatment. تمام، اذا هون لو اجينا شفنا الشكل المرافق اللي موجود عندي، في عندي انا على محور الاكس اللي هو التايم الزمن زمن الجرعات، وعلى محور واي في عندي انا الدراج كونسنتريشن ان بلازما. اذا بتلاحظوا في الجرعه الاولى لو افترضنا انه هذه اكس 1 اكس 2 واكس 3 الى نوصل للاخر، فشوفوا في اكس 1 قمه، القمه اللي هي وصلت هون هذه ما وصلت ل التركيز المطلوب حتى يعطيني ايش الافكت او حتى يعطيني الثيرابي للمريض. تمام، اذا هذه الجرعه الاولى وصل تركيزها اعلى التركيز لكن مش هذا التركيز اللي محتاجه حتى يوصل للعلاج. ليش؟ لانه احنا حكينا كبر السن او اختلاف الميتابوليك ريت او انه التركيز مش كله وصل الى التارجت، في جزء منه صار له اكسكريشن، في جزء منه صار له ارتباط او سايد افكت ارتبط باشياء اخرى. اذا هون ايش اعطاني شيء او ما وصل للتركيز المناسب. بعدين مع مرور الزمن رجع انخفض هذا التركيز لانه قاعد بخرج من الجسم، اذا رجع انخفض حتى وصل للنقطه 2. عند الاكس 2 صار موعد الجرعه الثانيه، فاخذ الجرعه الثانيه رجع رفعه اعلى من الجرعه الاولى. اذا هون صار في عندي دخل، بلش يعطيني افكت، برضه رجع انخفض. عند الجرعة الثالثة هون، عند الجرعة الثالثة رجع ارتفع. تمام، هون اوكي، وشوفوا الآن صار في عندي الجرعة الرابعة الخامسة السادسة السابعة، إذا هو حافظ على إنه يبقى في نفس المكان. صح هو بيرتفع وبينخفض لكن التركيز حافظ عليه إنه يبقى في ضمن اللي هو البلاتيو أو ثيرابيتيك ويندو. هاي هي منطقة الثيرابيتك ويندو. الآن لو أعطيت جرعة وإجت أنا عندي مثلا هون هيك المنطقة هاي إجت، إيش بنسميه؟ إذا هون بنسمي هاي الجرعة إنها تو توكسيك أو تو ماني سايد إفكت، إنه راح يعطيني توكسيستي لأنه تعدى الثيرابيتك ويندو، طلع فوق الثيرابيتك ويندو. إذا هذا التركيز يعتبر أعلى من الثيرابيتك ويندو. أو لو أعطيت أنا جرعات خفيفة وكانت تعطيني هون، ظلت تعطيني هون، اذا هون too little to be effective، اذا ما راح يعطيني ايش اي effect. طيب هون مثلا اللي هو متعارف، تروح على الصيدليه بيجي مثلا بشوف الطفل بقول لك قديش عمره، 5 سنين، خلاص اعطيه 2.5 ml من الانتيبيوتيك على سبيل المثال، او والله اشوفه هيك خلاص على الشكل بقول له اعطيه معلقه صغيره. طيب الان هذا الكلام كثير منه بيجي بعض الثيرابي في المنطقة هاي. طيب أعطيته أنت في المنطقة هاي، الطفل أو الشخص هذا أخذ العلاج، دخل في المنطقة هذه اللي هون، إذا هذه المنطقة too little dose، الكونسنتريشن غير مناسب، إذا هون راح النتيجة تكون عندي إيش فيلر في الثيرابي، ما راح يتعالج هذا الشخص، ما راح يمشي. وإشي آخر إذا غير الفيلر في الثيرابي، ممكن برضه يصير في عنده ريزيستنس، يعني البكتيريا او السبب المرض اللي هو فيه ممكن انه بسبب الدوز ان هذه مش هي الدوز اللي لازم ياخذها هذا الشخص وما اعطت افكت، ممكن تعمل تشيك ريزيستنس، اذا هذا الميكروب يعمل ريزيستنس ضد هذا الانتيبيوتيك. اذا هون كخطأ في اعطاء الجرعه او في حساب الجرعه اللازمه عملت لي هذه المشكله. اذا لازم انه لما اجي بدي احسب او اعطي الدوز لازم احسبه على الطريقه العلميه الصحيحه بالاعتماد على الوزن، وزن الشخص هذا قديش، بشوف قديش هو محتاج لكل كيلوغرام، قديش محتاج جرعه، بحسبها عمليه، بعمل العمليه الحسابيه وبعطيه الجرعه اللي تخليه تدخله في الثيرابيتك ويندو ويصير في تحسن بعد اخذ هذا ايش العلاج. تمام،
طبعا احنا يعني احنا هون طلعنا كثير، بس يعني هذه معلومات لازم انها تنعرف، يعني هي بعيده شوي عن الدراج ديزاين، بس انه لازم نعرف ونعرف انه كيف بدي انا اختار الويندو، وايش اللي ممكن ياثر انا عندي على العلاج اثناء عمليه التصميم، عشان انا ايش اخذ في عين الاثر. طيب الان introduction to a drug action. الآن the action of a drug is believed to be due to the interaction of that drug with endogenous and exogenous substrate molecules found in the body. إذن حتى يعطيني الإفكت، إذا في عندي interaction إما endogenous أو exogenous مع المولكيول. الآن when one or more active drug molecule bind to the target endogenous and exogenous molecule, they cause a change or inhibit the biological activity of these molecules. And the effectiveness of a drug in bringing about these changes normally depends on the stability of the drug substrate complex, whereas the medical success of the drug intervention usually depends on whether enough drug molecule bind to sufficient substrate molecule to have a marked effect on the course of the disease state. الآن معنى الكلام هذا إنه عندما الشخص يجي يأخذ هذا الدرج، طبعا الدرج راح يدخل الجسم، راح يصير فيه له ارتباطات، راح يرتبط مع molecules. وهنا بالتحديد أنا ما بدي المولكيولز بدي أحددها اللي هي التارجتس، أو خلينا نسميها نوضح شوي الاسم اللي هو الريسبتورز على سبيل المثال. الآن إذا كان كمية العلاج اللي واصل لهذه الريسبتورز كافية إنها ترتبط في جميع الريسبتورز، إذا راح يعطيني الإفكت كامل، لأنه هو ارتبط في الريسبتورز، إذا راح يعطيني الفول إيش أكتيفيتي أو الفول إفكت. بينما إذا كان عندي أنا الجرعة قليلة، أو كان عندي في مشكلة في الريسبتورز، تمام، اللي هي الإشي اللي تكلمنا فيه في بداية المحاضرات في بداية الفصل، لما تكلمنا عن اللي هو الريزيستنس وأسباب الريزيستنس، إنه من الأسباب كانت الدراج داون أو اللي هو التكسر في الريسبتورز. إذا كان في عندي تكسر أو ما في عندي العدد الكافي أو الارتباط الكافي مع هذا الريسبتورز، إذا هون أنا راح ألاحظ إنه الإفكت راح يكون مش هو المطلوب، إذا راح يكون في عندي انخفاض في الإفكت أو في التأثير أو في الفاعلية. الآن the degree of drug activity is directly related to the concentration of the drug in the aqueous medium in contact with the substrate molecule. إذا هون ربط إنه الفاعلية هي directly related، إذا علاقة طردية مع مين؟ مع التركيز للدرج، وارتباطه في مين؟ بالسبستريت أو في المكان اللي راح يرتبط فيه. الآن the factors affecting this concentration in a biological system can be classified into the pharmacokinetic phase and pharmacodynamic phase of a drug action. طيب طبعا عارفين يعني ايش فارماكوكاينتيك فارماكوديناميك، احنا راح نرجع هون نتكلم فيهم باختصار. الفارماكوكاينتيك فيز كونسيرن ذا ستدي اوف ذا باراميترز ذات كنترول ذا جيرني اوف ذا دراج فروم اتس بوينت اوف ادمنستريشن تو اتس بوينت اوف اكشن. اذا فارماكوكاينتكس راح ترقب لي حركه هذا العلاج من لحظه دخوله للجسم، من لحظه ما اخذه إلى لحظة الخروج، يعني رحلة العلاج كاملة، راح أنا أتابع رحلة العلاج كاملة، وين من لما دخل، وين راح، إيش صار إله لحتى خرج، تمام؟ هذا pharmacokinetics. الآن pharmacodynamics اللي هو concern the chemical nature of the relationship between the drug and its target. In other words, the effect of a drug on the body. إذا هون الفارماكوديناميك بده يشوف لي لحظة الارتباط للدرج لما يرتبط مع التارجت، وإيش التأثير، يعني إيش تأثير هذا الدرج على الجسم. هنا بنقرأ إحنا أو بنشتغل على فارماكو دايناميك، تمام؟ برضو ممكن واحد يقول لي طب أنا إيش علاقتي هذا، أنا مادة هذا بأخذها لحال.
اوكي، تاخذها لحال. ليش بتاخذها لحال؟ عشان تبني معلومات عليها، على اساس انه لما اجي انا بدي استخدمها اكون عارف بدي استخدمها. لما نحكي فارماكوكاينتيك للدرج، انا بدي اعرف انه الدرج هذا بده يدخل داخل الجسم، بده يصير له ابزوربشن، بده يصير له ديستريبيوشن، بده يصير له ميتابوليزم، بده يصير له اكسكريشن، في كل مرحله من المراحل ايش بده يعمل، ايش بده يصير. اذا هذه كلها الرحله انا لازم اكون عارفها وعارف ايش حيثياتها. او لما احكي فارماكوديناميك، برضه ارتباط الدرج في السايت او في الريسبتر او في البروتين او في الانزيم، يعني الارتباط هذا راح يعكس لي فارماكولوجيكال افكت. طب هذا الفارماكولوجيكال افكت انا بدي اقيسه، هل هو اللي انا بدي اياه، ولا هذا ممكن يشكل توكسيسيتي، ولا انه ممكن الجسم يتحمله حتى يعمل الثيرابي. اذا برضه هون لازم انا اكون عارف بهذه الحيثيات. طيب الان لما نتكلم فارماكوكاينتيك فيز، إذا الدرج اكشن انكلود اللي هو اي دي ام اي، اختصار ابزوربشن ديستريبيوشن ميتابوليزم والاليمينيشن او الاكسكريشن. many of the factors that influence drug action apply to all aspects of the pharmacokinetic phase. الان الاكثر شيء، يعني احنا لما نتكلم pharmacokinetics احنا بنتكلم عن السوليبيليتي، والسوليبيليتي ايش شيء مهم جدا، لانه الماتيريال او اللي هو السبستانسز او الدرج اللي انا بدي اخذه اذا ما كان هو سوليبل مع الماء، خلينا نحكي احنا هون بشكل عام نتكلم عن الماء، انه اذا ما كان سوليبل في الماء وبدي اخذه انا اورال وراح يدخل للمعدة، اذا كيف بده يصير عملية الابزوربشن له، كيف بده يصير عملية الديستريبيوشن ميتابوليزم اكسكريشن، حيث انه الجسم 75% منه بتشكل من الماء. اذا السوليبيليتي شيء مهم. برضه كمان انا بدي اخلي في بالي انه مش لازم يكون 100% ذائب في الماء، لانه برضه في عندي انه هذا العلاج بده يتعرض الى انه يعبر ممبرينز، والممبرينز هاي بتتكون من ايش؟ بتتكون من ليبيدز. اذا هذه الممبرين، هذه الليبيدز بده يعمل اختراق، يعني بده يصير في الها ايش؟ انتربريتيشن، بده يدخل داخل الممبرين، فلازم يكون هذا عنده الخصائص الكافية انه يدخل داخل ايش؟ داخل الممبرين. طيب الان حكينا السولوبيليتي فور اكزامبل is an important factor in the absorption, distribution and elimination of a drug. طيب الان furthermore the rate of a drug dissolution, that is the rate at which a solid a drug dissolves in the aqueous medium, controls its activity when a solid a drug is administered by enteral route as a solid or suspension. الآن اللي حكينا انه هذه السوليد فورم، او اللي هو اذا بدي اخذه بي او بده يكون على شكل تابلت مثلا او ممكن سيرب، ف راح يكون في الاكيوس ميديوم بده يصير له عمليه الابسوربشن. اذا هون برضه عمليه ابسوربشن، اذا بدي اعرف انه هل هو له افكت مع الـ، يعني بتاثر في الـ في البي اتش او في الاسيديتي للجسم ولا لا، اللي هو للمعده عفوا. طيب الان الابسوربشن is the passage of the drug from its site of administration into the plasma after enteral administration. It involves the passage of the drug through the appropriate membrane. تمام، إذا في عندي الآن بده يعبر membrane. إذا حكينا عن solubility، لازم يكون ذائب حتى يقدر يأخذه هذا الشخص. الآن بده يعبر الممبرين، إذا لازم برضه يكون في له خصائص فيزيائية تأهله إنه يعبر هذا الممبرين. إذا good absorption normally requires that a drug molecule has the correct balance between its polar اللي هو الهيدروفيليك and non-polar hydrophobic